كود implementing the XML interface to a resource. يعني أنا في الأصل عندي كود running ها، وهذا مجرد description بعلم أي واحد ببحث كيف بيصل هذا هاي السيرفيس. This enables consumer with XML support to integrate with web service applications. هذا طبعا اللي هو بدعم مبدأ اللوز كابلينج. يعني أنا هنا بغض النظر إنه الانفايرمنت اللي عندي، يعني إحنا استدعينا عن طريق الإنترنت الويذر سيرفيس مزبوط، كنت تكون بالجافا، وإحنا هنا بنشتغل على الدوت نت، ماشي. هذا هو مبدأ الانتروبيرابيليتي، لوزلي كابلد بين الكلاينت والسيرفيس. XML schema allows developers to describe the structure of XML messages، تحدد شكل السوب مسج، but cannot describe the additional details involved in communication with a web service، لأنه هذا برجع ل SOAP protocol. الديتيلز اللي خاصة زي ما حكينا بالمثلا serialization وبال على سبيل المثال بالfaults وبالأمور هاي بترجع لمين؟ للSOAP. بس SOAP بيعرف اسم الoperation، أسماء الparameters، الادرس اللي بده يصل عن طريقه للسيرفيس بروفايدر كله من وين جابه؟ من الوزن. بيكون في ريتيرن تايب، ايش ريتيرن تايب للفانكشن؟ اه طبعا، والوزن بيكون في ديسكريبشن كامل اذا كان التايب مش اكس ام ال بيز، يعني مش سمبل اكس ام ال. اذا كنت انت معرفه بيكون ديسكرايب في الوزن، عشان هيك عشان يعمل له تضمين في المسج، في السوب مسج. اذا السوب مسج شكلها بطلع بناء على المعلوم على الاوردرز، التعليمات والسكيمز الموجوده وين؟ في الوزن. A message exchange is referred to as an operation. Operations are what consumers care about most since they are the focal point of interaction. لأنه أنت شو بدك من السيرفيس؟ بدك تصل لإيش؟ لميثود، لأوبريشن، مزبوط؟ يعني أنا مثلاً بروح على على الويذر، في عندي عدة أوبريشن، بدي أعرف مثلاً أسماء السيتيز، بدي أعرف الويذر في سيتي معينة، على سبيل المثال في الستودنت ريجستري، بدي أضيف طالب، بدي أعرف مثلاً علامات طالب، بدي أوبريشن محددة. Consumers must be aware of the groupings of related operations into interfaces since its impact the way they write their code service. لأنه ممكن أنت تلاقي أنه مجموعة من الأوبريشنز على بورت واحد بيشتغلن على بورت واحد، أو بتلاقي الأوبريشن على بورت لحالها. طبعا شو هو البورت في الحالة هاي؟ البورت هو عبارة عن تسمية بحطها البروغرامر، تسمية بحطها البروغرامر لمجموعة من نقاط الربط. أنا مثلا عندي لمجموعة لواحد أو أكثر، يعني ممكن يكون مجموعة من نقاط الربط أو نقطة ربط واحدة. يعني أنا مثلا ممكن أسمح لأوبريشنز، أسمح لك تصلها عن طريق الـ HTTP وعن طريق الـ TCP، بحط لها بورت تايب وبسميه في الأوبريشن. فبصير في الوزد الفايل لما انت تبحث بقول لك مثلا بورت نمبر 1 على سبيل المثال عليه بايندينج HTTP بايندينج، الادرس تاعه كذا، بورت رقم كذا، والTCP بايندينج الادرس تاعه كذا، بورت رقم كذا. فممكن انت تعمل جروبينج لمالتيبل bindings على one port type. لقدام شوي راح نشوف examples على هذا الكلام. طبعا service زي ما تشايفين في عندنا input messages و output messages على ال service، بدها تصل للنقاط اللي انا حكيتها اللي هي لل bindings على port types معينة. يمكن هاي في رسمة هنا، بنرجع لل endpoint لتعريف ال endpoint. لاحظوا في الـ هذا السيرفيس ديسكريبشن، شايفينه سيرفيس ديسكريبشن، في عندي مجموعه من الاوبريشنز
اكثر من اوبريشن. في عندي هناك مثلا اوبريشن مجموعه او مجموعه من الاوبريشنز الانترفيس تاعها بصلوا عن طريق اند بوينت تختلف عن اوبريشنز اخرى. في عندي مجموعه من الاوبريشنز الاخرى حاط لها تو بيز ادريسز او تو اند بوينتس، واحده على التي سي بي وواحده على الاتش تي بي، فعامل جروبنج. انا واضحه الفكره؟ البايندينجز هاي هان انت اسم بتحطه، اسم بتحطه للانترفيس، انت كبروجرامر اسم بتحطه للانترفيس لما تيجي تعمل كونفيجريشن، مثلا بتسميه بورت نمبر 1 تجمع فيه عده اوبريشنز، بتحط له اند بوينت، هانا اند بوينت واحده حاط له، حاط له بايندينج واحد. هناك مجموعه الاوبريشنز الثانيه معرف لها تو بايندينجز على نفس البورت، معرف لها نعم تو بايندينجز على نفس البورت. فانا ككونسيومر ممكن بيعجبني او ممكن بيريحني اربط على الاتش تي تي بي فبربط من هنا بصل، ممكن يوزر اخر على التي سي بي يصل. هاي طبعا هذا ايش؟ هذا المتوفر عن طريق الوزد الفايل، هذا المتوفر عن طريق الوزد الفايل. اذا بايندينج influences the way abstract messages are encoded and the wire on the wire by specifying the style of service. لانه بتفرق بين ما تتصل on the wire، هم بحكي يعني بتفرق انه الاندرلاين بروتوكول يكون تي سي بي او يكون اتش تي تي بي، بيختلف شكل المسج. مزبوط. A service can support multiple bindings for a given interface. Each binding should be accessible at a unique address identified by a URI, also referred to as web service endpoint. في النهاية كل binding كل نقطة ربط لازم تنتهي بphysical address. ممكن مجموعة من نقاط الربط تيجي على physical address واحد، أو نقطة ربط معينة تروح على أكثر أصلها عن طريق أكثر من address زي ما تشايفين في المثال. Interfaces and bindings. طبعا ال URI الحقيقي، ال URI الحقيقي اسمه end point. اسمه end point اللي بصل عن طريقه interface. ال binding شو هو؟ ربط interface مع base address. عملية ربط interface مع base address اسمها binding. الآن ال WSDL، ال WSDL file في له تركيبه، في له شكل. كيف شفنا السوب، مع العلم انه مختلف يعني هذا بروتوكول وله قواعد، يعني بعطيني شكل مسج محدد انفلوب وبادي وكذا وهيدر وبادي وكذا. هان عندي فيه قواعد برضه لبناء الوزدل فايل. وزدل سيبريتس سيرفيس انتو تو بارتس، بعرف السيرفيس هنا في جزئين، بقسمها لقسمين، الابستراكت انترفيسز والكونكريت امبلمنتيشن. يعني في عندي جزئين رئيسيات، في عندي جزء خاص بالانترفيسز وفي عندي جزء خاص بالامبلمنتيشن. باختصار الجزء الخاص في الانترفيسز هو بيحمل البايندينجز وبيحمل البيز ادريسز والاند بوينتس لهذه البايندينجز. ماشي؟ يعني هاي بعطي معلومه، بعطي معلومه لا الكونسيومر انه اذا بدك تصل عن طريق مثلا اتش تي تي بي بايندينج هاي البيز ادرس تاعها كيف يصل السيرفيس فعليا. الامبلمنتيشن بيحمل معلومات عن الاسماء الاوبريشنز واسماء المتغيرات واسماء الداتا اللي فيها، اللي هي الريال امبلمنتيشن، عشان الشكل المسج يكون بيحمل المسميات، السوب مسج هان بيحمل الاسماء اللي هي بتستخدمها مين؟ السيرفيس، اسم الاوبريشن واسماء البارامترز والامور هاي. اذا الابستراكت انترفيس انفولدز ذا اوبريشنز سبورتد باي ا ويب سيرفيس ذا اوبريشن بارامترز اند ابستراكت داتا تايبس اندبندنتلي فروم اني كونكريت نتورك ادريس كوميونيكيشن بروتوكول اند اور داتا ستراكشر. الكونكريت امبلمنتيشن بايندز ذا ابستراكت interfaces description to a concrete network address to a protocol and a concrete data structure.
يعني هذا بيحمل declaration للانترفيسز وهذا بيحمل real implementation للoperations والinterfaces. ايضا زي ما شفنا لانه XML based في مجموعه من السكيماز بتحكم شكل الاوتبوت وزد الفايل. شفنا احنا في المثال انه الوزد الفايل طلع اوتوماتيكلي لما انا عملت ران للويب سيرفيس للاس بي دوت نت ويب سيرفيس طلع اوتوماتيكلي جنريشن. عملت شو للوزد الفايل اعطاني الوزد الفايل بالاسماء يعني الانترفيسز طبعا حاطها الديفولت لاني ما عملتش كونفيجريشن اسماء الاوبريشنز والمتغيرات اللي انا حطيت فعمل جنريشن بناء على ايش طلع لي وزد الفايل صح ومفهوم لاي يوزر بده يصل سيرفيس تاعتي عن طريقه بناء على سكيماز اللي هي اوريدي موجوده ديسكرايب في schemas.xmlsoap.org with. طبعا الوزد الفايل الجيت فون نمبر سيرفيس اللي شفنا مثاله في السوب اذا بنروح نشوف شو الاجزاء اللي بتحتوي البلوكس اللي بيحتويها الجيت فون نمبر سيرفيس. لاحظوا اول شيء بدا بشيء اسمه ديفينيشنز تعريفات والديفينيشنز هاي الديفينيشنز هي بتحمل اسماء الاوبريشنز العناوين الادريسز اللي بتوصلني لهي الاوبريشنز وايضا العناوين اللي بتوصلني للسكيماز اللي قيس عليها المسجز والامبلمنتيشن فايل نفسه انه صحيح وحتى يرجع يتحقق من التايبس وتعريفات التايبس والامور هاي. فلاحظوا في الديفينيشنز النيم فون نمبر سيرفيس شو هذا اسم السيرفيس. في المثال اللي شفناه لو رجعنا خليت شغال انا الكوفي حتى نربط الامور ببعض. طلعوا في الديفينيشنز النيم اي النيم هنا مسمي هالو وورد وهنا نيم ثاني مسمي ايش جيت ايجنت ديز. اوكي هنا النيم هالو وورد هنا النيم جيت ايجنت ديز. خلينا نشوف المثال هذا النيم ديفينيشنز نيم فون نمبر سيرفيس تارجت نيم تارجت نيم سبيس اللي هو الريال ادرس البيز ادرس لهاي السيرفيس. طبعا الريال ادرس للسيرفيس اللي هو العنوان الموجود عليه الديسكريبشن شايفينه العنوان الموجود عليه الديسكريبشن الوزد نعم وين يكون ماشي. طبعا لما تستخدم الدايركتيف اكس ال ان اس لاكس ام ال نيم سبيس وبعديها تي ان اس تي ان اس لاختصار لتارجت نيم سبيس هاي نستخدمها لما كان الوزدل للسوب سكيماز وايضا
XML SOAP.org وزدل سكيماس برضو تاعت الوزدل التايبس في عندنا كومبلكس تايب شايفين ماشيين معي في عندنا كومبلكس تايب طلعوا على الجزء اللي هو اسمه تايبس غاد هناك مكتوب في النوت ابستراكت داتا تايب ديفينيشن طبعا ليش لانه انا في هذا المثال اذا بتتذكروا في السكيماس في الاكس ام ال سكيماس عرفنا اكس ام ال كومبلكس تايب سميناه نيم تايب مظبوط اذا بتتذكروا في السكيماس نيم تايب النيم تايب في سيكونس اوف سترينجز شايفينه اوتوماتيكلي جنريت نعم ممكن طبعا بتغير عليه عن طريق الكونفيجريشن اسهل طبعا مش يدوي يعني مثلا لما يتغير الادرس على سبيل المثال لما تعمل ريال ببلشنج شو اسمه بدك تحدد الادرس بتحط الادرس تكتب الادرس اللي بدك تحط عليه بتكون عليه السيرفس تعمل ريال ببلشنج للسيرفس فلاحظوا تعريف التايب مستخدم وين في المسج اللي بتروح للسيرفس وين المسج اللي بتروح للسيرفس هاي خلص التايبس ماشي خلص تايبس في النيم تايب المسج اسم المسج طبعا جيت فون نمبر ان اسم المسج جيت فون نمبر ان بتستخدم التايب نيم ان تايب شايفينه وين عرفته نيم ان تايب نعم عرفته ككومبلكس تايب اكس ام ال كومبلكس تايب واستخدمته في ايش اسمه بارت اسمه نيم ديروا بالكم في فرق بين هاي وهاي نيم والنيم النيم بالضبط هاي النيم هاي مفهومه من الاكس ام ال سكيماز الخاصه بالوزدل فايلز انها اسم البارت اسم البارت البارت اللي هو جزء يعني متغير في المسج البارت اسمه يطلق عليه مسج بارت يعني متغير بتحمله المسج شو اسمه شو نوعه نيم ان تايب يا ريت عرفته هناك المسج الثانيه جيت فون نمبر اوت داتا ذات ار ريتيرن شو برجع سترينج ما استخدمتش اليوزر ديفاين داتا تايبس بلت ان تايب اللي هو السترينج برضه بارت نيم ريتيرن سميته ريتيرن هناك اسمه نيم بعطيه نيم برجع لي الفون نمبر او اللي هو سميته ريتيرن في الترجيح البورت تايب اللي عليه الاوبريشن اسمه فون نمبر بورت تايب هذا فون نمبر بورت تايب انو بكون معرفها اللي عمل امبلمنتيشن لهي السيرفيس عمل كرييشن لبورت تايب وعمل بايندينج على هذا البورت بهذا الاسم فالاوبريشن على هذا البورت اسمها جيت فون نمبر والانبوت مسج اللي هي جيت فون نمبر ان اللي هيها جيت فون نمبر ان والاوتبوت مسج اللي هي جيت فون نمبر اوت لاحظوا تي ان اس وين مار ذا تي ان اس اللي هي تارجت نيم سبيس وين في داخل المسج في داخل الفايل تي ان اس دائما في داخل الفايل هي يعني تي ان اس بتشير لشيء داخل الفايل هناك تارجت نيم سبيس بعطيه ايش لينك ماشي نيجي لدور البورت تايب شو البورت تايب انيمد كولكشن اوف اوبريشنز زي ما حكيت مجموعه من الاوبريشنز
جمعت الانترفيسز تاعتهن على بورت تايب انا اطلقت عليه اسم وعملت له بايندنج على ال HTTP على ال TCP عليهم. Operation abstractly describes a service call may contain input message, output message and optional several fault messages. Optional الفولتس ممكن بس ممكن يكون في عندي بس input وممكن الاوردر يكون input output وممكن الاوردر يكون output input. ديروا بالكم في النوعين طبعا هذول يطلق عليه الآلية وصول السيرفيس الانبوت اوتبوت ريكوست ريسبونس والاوتبوت انبوت اللي هي سوليسيت ريسبونس اللي بتكون يعني الانيشيتيف للاتصال من السيرفيس مش من الكلاينت. سوليسيت ريسبونس الريسبونس بكون من الكلاينت اللي بتكون اوتبوت انبوت بالنسبه للسيرفيس. الاوتبوت بتسبق الانبوت. المسج ان ابستراكت ديسكريبشن اوف ذا داتا ذات از سنت. طبعا messages consists of logical units called parts تتكون من parts اللي هن يطلق عليه message parts زي ما حكينا. وفي النهايه هن باشر على data types معروف. اذا part is associated with a data type. Type provides a container of data type definitions ممكن يكون طبعا built in data type زي string والboolean والinteger وممكن يكون user defined data types complex type انت معرفه بالXML. طبعا with the word one refer to the XML schema data types but does not prohibit the use of other types systems. طبعا هنا في عنا ال get phone number service source. هذا تعريف طبعا وين ال implementation file. ال implementation file هذا تكملة لاحظوا آخر شيء يعني بتقدر تقول النص الثاني من الوزدل اللي شفناه شايفينه هان وين وقفنا عند port type بدأنا عند definitions. النص الثاني طبعا بيجي هيو اللي هو bindings لنهاية الفايل. يعني هنا جزئين interfaces و implementation. interfaces و implementation ليش اسمه implementation هان؟ لأنه هذا الجزء هو فعليا اللي بيطلع شكل السوب مسج اللي بنتج عنه كيف بيكون شكل السوب مسج شو المسميات اللي بدها تحملها والتايبس اللي بدها تحملها. طبعا والشروط اللي عليها. ف البايندينج نيم مثلا هذا RPC style binding soap RPC style binding في الاول زي ما شايفين اسم البايندينج اسمه فون نمبر سو بايندينج. طبعا في الكونفيجريشن تقدر نعم تعرف البورت تايب تعطي اسم بعدين بتقول له اد بايندينج تختار نوعه وانت بتحط اسمه فالاسم هذا بحطه اليوزر النوع بتختاره ار بي سي. طبعا تي ان اس فون نمبر بورت تايب اللي هو معرف وين قبل في البورت تايبس. كمان مرة زي ما حكينا هذا ما منه كتب يدوي هذا result generated. نعم كيف انت بتعمل configuration. طبعا ال operation اللي بتربطها انت عن طريق الفون نمبر soap binding عامل لها soap binding using RPC اسمها get phone number operation. soap action عندي input output وبتنتهي. لاحظوا الاوبريشن هاي حاط ضروري جدا حاط سوب اكشن انبوت اوتبوت حدد سلسله العمليات. يعني انت هنا بتعمل ار بي سي عن طريق انبوت على السيرفيس اوتبوت من السيرفيس. ديروا بالكم مصطلح انبوت اوتبوت مش بالنسبه للكلاينت بالنسبه للسيرفيس لانه احيانا بخربط في الكونفيجريشنز لما تصير تشوف انبوت اوتبوت طب بالنسبه الي ولا بالنسبه للسيرفيس. دائما مصطلح input output بالنسبه للسيرفيس. فلما تقول input معناته مسج ده تروح من عندك اذا انت ماخذ موقف الكلاينت مسج ده تروح من عندك للسيرفيس. اذا output معناته مسج طالع من السيرفيس. فالسيكونس شو هي input بعدين output. آه
اللوكيشن الحقيقي، اللوكيشن الحقيقي لل هنا حاط للترانسبورت تصير عن طريق ال HTTP، واللوكيشن الحقيقي هي الادرس. نكمل السيرفيس اسمها البايندينج اللي هي فون نمبر تي ان اس هي معرف فوق، وحط له لوكيشن لانها ببلشد وين على HTTP ادرس، ببلشد على HTTP ادرس. لما انت تعمل ببلشنج للسيرفيس الخاصه فيك في الوزد الفايل تاعها بكون عنوانها الحقيقي، اللوكيشن الحقيقي اللي هو نتورك ادرس اوف سيرفيس. ها يعني لو بعرفش، يمكن لو دخلت انا على الانترنت كمان بيساعدنا في الاكزامبل هذا اللي هو الويب، مش هاي دبليو دوت اظني اسمها ويب سيرفيس اكس، ويب سيرفيس اكس دوت نت على جلوبال ولا ويب سيرفيس اكس دوت نت على جلوبال ويذر ولا علامة سؤال دوت اس اس ام اكس جلوبال ويذر دوت اس ام اكس خلاص بنشوفها. هاي جابها، هاي جلوبال ويذر، هاي سيرفيس ديسكريبشن، هاي طبعا على الانترنت ببلش، هاي ببلش على الانترنت. لو بدنا نشوف ايش اوكي بدنا ننزل على البايندينجز ونشوف هاي البورتس، بورت تايب اوبريشن، هاي سوب اكشن، بايندينج ترانسبورت اتش تي تي بي، وحطها في السوب اكشن مباشره الاوبريشن، فمش محتاج ال binding content type global location location هاي locations، هاي locations. طبعا هن ديروا بالكم هنا معطينا ثلاثة bindings، وزدل فور أربعة global weather soap binding، global weather soap 12 binding، global weather HTTP get و HTTP post، أربعة bindings عامل، وكل واحد حط location اللي هو طبعا على نفس location، نفس location. هاي في البادي، في لما تيجي للإمبليمنتيشن هاي مثلا get cities by country على سبيل المثال الأوبريشن، في عندنا الإمبوت مديوز لترال نو في ال بس شو المتغير السيتي نيم وال country name بعدين جيت الاوتبوت
اوكي هذا طلع هذا بروح بالنسبه للمتغيرات هذا بشير لسكيما طلع مثلا هاي الاوتبوت البارت بودي ماشي هذا معرف في سكيما في سكيما اخر يعني هان ديروا بالكم هذا وطلعوا الليترال الليترال هاي والليترال هاي بتعرفوا شو هي هذول هذول اسم المدينه والنتيجه يعني انا لما يقول لك الوذر جيت وذر اسم المدينه والنتيجه بس هذول وين بكونوا معرفات في سكيمز في سكيمز موجوده هان هاي نعم موجوده هان في جيت وذر هان هاي جيت وذر في جيت سيتيز باي كانتري في بيكون سكيمز هان معرفات شو القيم هذول فبرجع لها يعني هنا مش حاط اسماء البارتس المتغيرات هاي عامل ريفرنس شايف عامل ريفرنس على البارامترز تارجت نيم نيم سبيس جيت وذر ريسبونس اذا رحت للوذر ريسبونس ال جيت وذر هاي get by country response get cities by country get with the response هاي تعريفات فهناك عامل target هنا معرفين هذا سكيما جزء من الوزل فايل معرف كيف شكل المسج في سكيما شو المتغيرات اللي فيه وسترينج شايفين هاي country name string هاي city name string شايفين يعني هنا عمليا عامل سكيما للبارامترز وهناك وين بشير هنا بشير بس بارامترز شايفين هاي بارامترز هان بارامترز جيت وذر هاي فوق في السكيما وهنا بارامترز جيت وذر ريسبونس بارامترز جيت سيتيز باي كانتري واضح طبعا هذا مش زي ما حكينا ما من مش يدوي يكون معمول بس ضروري انه نفهم اللي فيه شو اجزاءه هاي استاذ في فرقم يعني لما نيجي نضيف سيرفس او سيرفس مرات بضيف لنا بضيف اليو ار ال في اخره وبضيف اس دي ان مرات بضيف ميكس لما عملنا كلاس لايف اخذنا اليو ار ال حط سلاش ميكس الميكس بيستخدمها بس انت عشان استخدمت ال فيجوال بيسك مضبوط نعم الميكس لحظة الميكس انا بتذكر بيستخدمها ل لما يكون في بروكسي في الموضوع ما بصلش ينزل الفايل ما بقدرش اصل ينزل الفايل مباشره السؤال شو الفرق بين استخدم ويب سايت واضيف عليه سيرفيسز مثلا اربع خمس سيرفيسز ونستخدم كلاس لايبرري واضيف عليه سيرفيسز شو الفرق بين الكلاس لايبرري او سيرفيس لايبرري مش كلاس سيرفيس لايبرري عندك لايبرري تقدر في الابلكيشن ستاكك تستدعيها فيما بعد تم الببلشنج على شكل ويب سايت على شكل ابلكيشن على شكل بدك اياه يعني هي تشفر بس انه يعني حسب حاسك شو بدك انت انت شو بدك شو بدك تعمل هي اوبشنز يعني انا مثلا محتاج انه
ابني مجموعه يعني انا بدي ابني ابلكيشن ماشي وفي فانكشنز كثير بدي استخدمها كسيرفيسز قررت استخدمها كسيرفيسز طريقه يعني جيده اني اروح ابني سيرفيس لايبرري واقعد اعمل ريفرنس عليها واستخدمها في الابلكيشن تاعي حتى ممكن السيرفيس لايبرري اعمل لها ببلشنج اعمل لها ببلشنج وخليها متوفره لاي واحد يعمل ريفرنس عليها ويستخدمها ممكن انا اعمل ابني ويب سيرفيس واعمل لها ببلشنج على ويب سايت كويب سيرفيس لحالها فيها يعني مثلا مالتيبل ميثودز هذا اوبشن اخر يعني هاي في اوبشنز كثيره في طريقه بناء السيرفيس كيف اعمل ببلشنج سيرفيس لايبر كيف تقدر تروح على تبني مثلا تبني ويب سايت تعمل ريفرنس عليها وتستخدمها بطريقه اللي بدك اياها وتعمل ببلش للمصير اذا بدك تعمل ببلش للسيرفيس نفسها ابنيها كويب سيرفيس وتعمل لها ببلش بس في اوبشن في اوبشن في البروجكت لو جيت للويب سايت السيرفيس لايبرري ما في ببلشنج بس في لما بنينا ويب سيرفيس لحالها في السايت كان في ببلشنج ببلش الويب سايت نعم طبعا هاي السيرفيس لايبرري يعني ولا جمله لاستخدامها في تطبيقاتك انت لاستخدامها في تطبيقاتك لا تقدر تحطها على اي اس تقدر تحطها على اي اي اس هاي تكون زي هاي تقدر تعمل لها ببلش على اي اي اس هاي هو على السيرفيس لايبرري صح على اليمين تقدر تعمل لها ببلش أنا بعمل كلاس للايبرري هاي مستدعي عندي لابس الفور نعم هذا لما تعمل اللايبرري هذه لما تعمل بيلد لها الاوت دي ال نعم لازم تكون تقدر انت تعمل لها يوزنج وين ما بدك في اي ابلكيشن سيرفيس اللي هي ابلكيشن ريليتد بورتس طبعا هذا مفهوم في الويزد الفايل بتبين عباره عن كونكشن ريليتد بورتس مي شير
the same port type but employ different bindings or network addresses. زي ما شفنا نفس port name عليه different bindings. Maybe concrete service endpoint implementation of several port types. كل endpoint port type مختلف. هذا يعني بمثل كيف أنا بصل السيرفس عن طريق أو كيف بعرف بورت تايب على سيرفس معينة. مالتيبل بورت، مالتيبل بورت على بايندينج، على ديفرنت بايندينجز أو بورت معين عليه ديفرنت إند بوينتس. لازم البورت النهائي يكون رابط بين الطرفين الـ Endpoints. لا، بورت تايب. كل بورت تايب، هذا مفهوم البورت تايب. كل بورت تايب ممكن يجمع عدة بايندينجز على عدة بورتس أو على بورت، يعني مش شرط. لاحظ كيف الرسم هنا. يعني بدنا نحكي على HTTP بورت هنا. لا، البورت. لا، البورت. البورت اسم، انت اسم بتطلقه، انت اسم بورت، انت اسم بتطلقه على كيفيه الوصول للسيرفس. يعني ممكن يكون نيم سبيس اسم السيرفس او اسم الميثود. ماشي. البايندينج هذا بتعرفه هو اتش تي تي بي ولا ار بي سي ولا تي سي بي، ديفرنت تايبس. البورت تايب تجمع بين، طبعا هذا في النهايه اللي بيمثل البورت هو الادرس. تجمع البايندينج مع الادرس تطلع عندك بورت تايب معين بتسمي، طبعا بتحط عليه اسم. فاليود طبعا هذا شو بسهل؟ بسهل انك بتشير لنقطة وصول محددة للسيرفس عن طريق الاسم، اسم البورت تايب في الوزن الفايبر. طبعا الـ XML سكيما اللي بيحدد، الـ XML سكيما اللي بيحدد كل هاي الأمور في الوزن، البورت، البايندينجز موجود على w3.org XML schema و XML schema instance. أيضا namespace prefix wsdl موجود على xmlsolve.org wsdl xmlsolve.org wsdl solvex URI. نبدأ في الديكومنت ستراكشر، نكمل في الديكومنت ستراكشر ولا؟ هذا أي وصل جوا. بالنسبة للديفينيشنز الكونتينر فور اول وزدل إليمنتس، كل الديفينيشنز اللي بدها تستخدم فيما بعد port type bindings. Port type bindings كمان مرة العلاقة بينهم يعني أحيانا ممكن يصير خلط فيها. إنه إحنا بنحتاج في الوزن الديكومنت إن نعرف port types ونعرف bindings، نعرف port types ونعرف bindings، وبعدين نحدد location للوصول للسيرفيس باستخدام بايندينج معينة على بورت تايب معين. ليش بدنا نعرف البورت تايبس لحال والبايندينجز لحال؟ لأنه حتى يسمح لنا في الامبلمنتيشن فايل بإعادة استخدام هاي التعريفات. يعني أنا البورت تايب الواحد ممكن أعمل عليه مالتيبل بايندينجز، ماشي، وممكن أعمل وممكن أعمل ديكلاريشن لعدة end points. ممكن أعمل declaration لعدة end points على different bindings بس على نفس port type. عشان هيك port type بتعرف لحال، مجموعة كاملة بتعرف bindings لحال، وبعدين بعمل declaration لل end point location معين، address محدد.
استخدم فيها واحد من البايندينجز اللي بتعمل مابينج على احد البورت تايبس اللي انا عرفتها، على اساس انه يعني هذا هاي الشغله بس ما يعني اضمن انها تكون واضحه. طلعوا البورت تايب، هان بورت تايب، عرفت بورت تايب واحد مزبوط، حطيت الاسم الاوبريشن والانبوت والاوتبوت مزبوط. روح على البايندينج، البايندينج عرفت فون نمبر بايندينج بتاشر على بورت تايب انا عارفه. لاحظوا هذيك ديكلاريشن وهي برضه ديكلاريشن، هذيك ديكلاريشن وهي برضه ديكلاريشن وهي الانبوت والاوتبوت. شو نوع البايندينج هذا؟ هذا نوع سوب بايندينج. دائما البريفكس سوب بايندينج سوب اكس، البريفكس سوب بايندينج سوب اكس. الان الاند بوينت الحقيقيه يعني تحديد الاند بوينت الحقيقيه اللي انا بصل عن طريقها، عن طريق هذا البايندينج اللي بيعمل ماده البورت تايب اللي حكيناه هو هذا. هاي حطيت اسم السيرفيس، البورت اسمه فون نمبر بورت، بايندينج اللي عرفته، وحطيت اللوكيشن. طبعا البايندينج برجعني على البورت تايب، واضحه؟ الان لو شفنا 700 عكسيه، لا لا مش عكسيه. هلا هنا عملنا ديكلاريشن لبورت تايب. شوفي البورت هذا النوع طبعا له اسم سميناه بيحتوي، طبعا ممكن يحتوي اوبريشن او اكثر. ما هو ليش لازم اعمل ديكلاريشن؟ لانه البورت تايب ممكن يجمع عده اوبريشنز. هان في الاكزامبل عندنا واحد، فالاوبريشن هاي في عليها انبوت مسج اسم نوعها جيت، لانه طلب مسجز وين هاي المسج؟ جيت فون نمبر ان، شايفها؟ جيت فون نمبر اوت، في مسج اخرى هاي تحتيه، فهي كلها ديكلاريشنز. يعني البورت تايب هذا انا عرفت اوبريشن انبوت اوتبوت مسجز فيها. هذا هو البورت، هذا هو مفهوم البورت تايب. طبعا ممكن يكون في عده البورت تايب هذا مجمع عده اوبريشنز زي ما حكينا قبل. الان باجي هان عرفت سوب بايندينج نوع واحد، ممكن اعرف 2 3 بايندينجز على نفس البورت تايب، نفس البورت تايب. برضه في المثال عندي 1 بايندينج اللي هو سوب بايندينج على البورت تايب اللي عرفنا الوحيد، ماشي؟ نوع هي البورت تايب اللي هو فون نمبر بورت تايب. الان بدي احدد ان بوينت اصل عن طريقه. الان بوينت شو بلزمها؟ البايندينج اللي بدي استعمله والبورت تايب. هي بايندينج اللي هو فون نمبر سوب بايندينج، اسمه فون نمبر سوب بايندينج، طرفه فون نمبر سوب بايندينج. ممكن اعرف بايندينج اخر من نفس النوع بيعمل ناب على نفس البورت تايب، في انبوت مسج من النوع اللي فيه واللي عملها ديكلاريشن، في اوتبوت مسج من النوع برضه اللي ذكرناه، بس اتش تي تي بي بايندينج مش سوب بايندينج. واعمل برضه اللي هي اند بوينت ديكلاريشن لاند بوينت على ديفرنت بايند، نفس الادرس بس على ديفرنت بايند. بصير واضحه الفكره؟ طيب اذا وز ذا كونتينمنت. الان لو جينا نشوف الثري اليمنتس هذول في الكونتينمنت ستراكشر، طلع الكونتينمنت ستراكشر هذا عندي التايبس، تايبس ممكن تعمل ديكلاريشن، المسج، البورت تايب، البايندينج والسيرفيس، كل شفناه مضبوط. الان انا هن الاكثر يعني بدهم ديرك بال البورت تايبس والبايندينج. لاحظوا انه البورت تايبس والبايندينجز ديكلاريشنز متشابهه في الكونتنت بس الغرض منها مختلف. يعني هاي البورت تايب فيها واحد او اكثر اوبريشن ان اوبريشنز، كل واحده فيها 0 اور 1 انبوت 0 اور 1 اوتبوت و 0 اور مالتيبل فولدز. نفس الشيء البايندينج مالتيبل اوبريشنز انبوت اوتبوت فولد.
بس ديروا بالكم هذا لازم ينعمل له ديكلاريشن بالطريقه اللي شفناها، وهذا لازم ينعمل له ديكلاريشن بالطريقه اللي شفناها. طبعا ليش الاستراكشر اجى هيك؟ يعني شو الفائده الرئيسيه من هذا الموضوع؟ الفائده الحقيقيه من هذا الموضوع؟ استاذ البايندينج مربوط في بورتايب المفروض بيعمل ماب على بورتايب محدد. وكل بايندينج كل بايندينج بيعمل مابينج على بورتايب محدد. ممكن يعمل ما هي شو الفكرة هاي في الريوزابيليتي يعني ممكن انا اعمل مالتيبل بايندينجز مالتيبل ديفرنت بايندينجز على نفس البورت تايب، فبالزمن اكون عامل ديكلاريشن للبورت تايب شو المسجز شو الاوبريشن او الاوبريشنز وشو المسجز اللي بتستقبلها والمسجز اللي بتطلعها ماشي. وممكن انا اعمل برضه بايندينج على اكثر من بورت تايب، يعني سو بايندينج على بورت تايب كذا سو بايندينج برضه على بورت تايب مختلف وهذا. عشان هيك هذا بيلزمه ديكلاريشن لحال وهذا ديكلاريشن لحال. والفكره في الموضوع انه يعني الفكره الاساسيه في الموضوع انه في عندي مالتيبل اوبريشنز الاكزامبل اللي شفناه كلهم وان اوبريشن ماشي، يعني لا ننسى. طبعا هنا بفصلنا في شيء نكرر اللي هي الديفينيشنز لايش التايبس شفنا لايش المسج لايش والبارت. طبعا البارت تطلق عليه زي ما حكيت مسج بارت اللي هي البارامترز اللي تظهر في المسج. الديفينيشنز ايضا الوزن نيم نيم سبيس بريفكس از ديفايند باي ديفولت ايدنتيكال نيم سبيس از اساين the target namespace attribute and the TNS namespace prefix. ال target namespace attribute زي ما حكيت عادة لما بستخدم أنا HTTP link أو address TNS بكون داخل ال بس alternative ممكن استعملها. The target namespace of local Wisdel definitions together with the TNS namespace prefix helps a processor to locate these local definitions اللي داخل الملف يعني when they are referred to TNS بتشير لإيش معرف داخل وزد الفايل. طبعاً في برضو في داخل definitions ممكن يكون عندي documentation element تكتب اللي بدك إياه description عن السيرفيس description السيرفيس شو بتعمل وشو الاوبريشنز اللي فيها شو البارامترز اللي بتاخذها وهكذا. هنا التايبس اوكي بالنسبه للتايبس طلعوا التايبس في عندنا تو ويز ل هنا اكزامبل على التايبس زي ما شايفين مثلا تارجت نيم سبيس اوكي الفون نمبر ويزدل النيم مثلا string first name end string و last name end string و phone number string و no name found string. هذا متغير يستخدم للفولد no name found. يعني افرض انت ارسلت تبحث عن رقم تلفون لاسم ما كانش موجود ما لقيوش لازم ارجع شيء فهذا للفولد نعم تحدد الفولد تحط no name found. المسج اند بارت اليمنتس زي ما حكينا البارت هن اجزاء المسجز. هذا اكزامبل لمسج تحتوي 3 بارتس. طبعا ممكن البارتس زي ما انتم شايفين البارت نيم بحط اسمه والاليمنت اللي بيشير له تي ان اس نيم ان. النيم ان طلعوا تي ان اس اخر شيء هذول TNS name and TNS phone number TNS no name found هذول معرفات. طبعا معرفات وين في نفس الدكتور. ممكن بطريقة أخرى يكون مثلا TNS name and type إذا كان مثلا بدي أحطها مباشرة string هان phone number بدي أحطها string والثاني اللي هي failure string فالstring وين معرفة؟ في الـ XSD شايفين؟ بدل TNS
اكسس بي. طبعا في ناس لاسم او لتايب معرف نفس الفيديو في نفس الجزء الفايل اكسس بي اللي هي من الاكس ام ال اكس ام ال داتا تايبس. هنا مثلا في الوزن الديكومنت مثلا جيت فون نمبر ام البارت نيم زي ما انتم شايفين مين ام السوب مسج سوب مسج معرف اسم السيرفيس جيت فون نمبر وال النيمز مستخدمها سترينجز زي ما انتم شايفين اكسس دي سترينج اكسس دي سترينج. طبعا هاي الاسم مسج البارت نيم of those the victim of describing the phone number service is mapped to a proceed to a procedure code parameter accessor in a SOAP RPC style message body to invoke the service. يعني أنا بستخدم بستخدم نعم RPC SOAP RPC style binding وبستخدم types من XML schema definition نفسه. في الثاني في الـ ممكن نعمل mapping وبوز البارت اسوب دوكيمنت ستايل مسج هان هان ار بي سي ستايل مسج. في عندي اوبريشن اللي جيت فور نمبر وفي عندي بارامترز هان دوكيمنت ستايل هي بارتس بوينت تو اكس ام ال انستانس. لاحظوا هنا كان اكس اس دي استخدم شايفين سترينج كذا هنا انستانس contained in the SOAP message body, no additional wrapper, the element representing the XML instance code goes directly into the SOAP message body element. لاحظوا الآن name n document style في عندي operation no get phone number get phone number n get phone number n هاي بتودي اسم فقط اسم شخص يعني خزن اسم شخص ما برجعش مسج ما برجع مسج فوداله اكس ان ال انستانس او دوكيمنت ستايل مسج مش ار بي سي مسج لان الار بي سي فيها ريسبونس الدوكيمنت ستايل لا تاخذ داتا فقط. اوكي في عنا اذا الاوبريشنز عشان هيك الاوبريشنز اللي انت ممكن تعملهم ككلاينت مع سيرفيس اربع تايبس في عنا وان واي اونلي انبوت زي ما شفنا في حاله الاكس ام ال دوكيومنت في عندنا ريكوست ريسبونس في عندنا سوليسيت ريسبونس في عندنا نوتيفيكيشن. الريكوست ريسبونس كنا يعني هاي الطبيعي سوليسيت ريسبونس هاي بالعكس بتكون من السيرفيس للكلاينت والكلاينت هو اللي بيعمل ريسبونس. مثل ايش يعني مثلا في مثلا على سبيل المثال بعض السيرفيسز الخاصه بالميل السيرفيسين بالميل السيرفيس الخاصه بالميل بالعكس بين الميل اكستشينج في عندك السندر في عندك الريسيفر الميل في عندك سندر ريسيفر السندر الريسيفر سوليسيت ريسبونس لانه لما انت تكون فاتت الايميل ويصل للميل بوكس تاعك مسج بيجيك ايش شو اسمه بس هاي ممكن اكثر تكون ضغط على نوتيفيكيشن بيجيك للكلاينت نوتيفيكيشن انه اجاك مسج في ال سوليسيت ريسبونس في بعض العمليات بين السيرفرز في الداتا بيزز مثلا بتصير انه الكلاينت مثلا عنده داتا او عنده ابديت والسيرفر ما بياخذ هذا الابديت الا لما هو بطلب من ممكن يعطي بشكل ديستريبيوتد داتا بيز بتصير انه السيرفر هو اللي بيطلب انه اذا في ابديتس ياخذها فبكون ممكن يعطي بشكل البنوك جزء منها في عمليات العمليات بين السيرفرز
معظمها بتصير بالطريقة هاي بين السيرفر، بس اللي متعودين عليه ما أكثر بين كلاينت والسيرفر ككلاينت اللي هي ريكوست ريسبونس. طبعا هذول هاي تنزيل للأربعة لاحظوا إنه ال ريكوست ريسبونس إنبوت أوتبوت فولت هذيك أوتبوت إنبوت فولت هذيك فيها أوتبوت اللي هي نوتيفيكيشن وال وان وي أوبريشن إنبوت. طبعا دائما مصطلح إنبوت أوتبوت زي ما حكيت بالنسبة للسيرفس لما لاحظ في النوتيفيكيشن أوتبوت سمعنا في ال وان وي أوبريشن إنبوت لما نحكي بالنسبة للسيرفس. بالنسبة للسوب بايندينج، بايندينج سوب 1-1 means that we must fill these containers with soap 1-1 extensibility elements. يعني هنا السوب بايندينج يعني الـ elements اللي بدهم يصير من هاي الأوبريشن عن طريق هذا البايندينج عن طريق soap 1-1 standard providing a system with the binding requires a definition of extensibility elements for the binding, the operation and the port elements. In our examples, إحنا استخدمنا prefix soap X عشان soap binding. The table contains with the لاحظوا هنا في table with the definition of the finer for binding elements and contains soap extensibility elements. يعني هنا كيف السوب بايندينج